تعتبر المواد والخامات من أهم العوامل المؤثرة في التصميم الداخلي، ولازم نختار المواد والخامات بعناية ودقة بالغة. اليوم فقرتنا فيلفت إيفنتس راح نتعرف على أهم النصائح والخطوات اللي تهم العميل واللي راح ياخذها من مصمم الديكور. تابعوا فقرتنا بعد هذا التقرير. رحب ضيفتنا مصممة الديكور المهندسة فجر الرفاعي. هلا مرحبا فيك استاذة. ان شاء الله عليك استاذة، كونك يعني خبرة بالامور هذه، اكيد لما الشخص يبي يصمم الديكورات لازم يكون دقيق، خاصة لما يختار الحوائط والارضيات، لان الحوائط والارضيات هاي راح تقعد بتصميم سنين. يعني هو ممكن يبدل الاثاث لكن الحوائط والارضيات ممكن تقعد فترة طويلة. كلمينا عن الدقة باختيار هذه المواد. طبعا الغالب في اختيار، خلينا نتكلم بشكل خاص عن الارضيات، الناس تدور على الماده اللي هي نمبر 1 في الارضيات اللي هو الرخام. صحيح. تدور انها تختار نوعيات جيده من الرخام. ففي انواع ظهرها طبعا، من السيراميك، سيراميك الاسباني ايضا انواع زينه، بس طبعا ماكو شيء يضاهي الرخام. بس اللي حابه اقوله انه في انواع كثيره من الرخام، يعني انا لاحظت ان الناس تروح تتجه على الانواع الاكثر تداولا. احنا صح. نقدر نبدل وندش في اشياء وايد احلى وخامات وايد انقى، بس انه لازم نعرف يعني نختار النوع الصح، الشكل الصح، التصميم الصح، او الشيء اللي يناسبنا. زين استاذه، اذا العميل يبي يختار الرخام، شنو هي طريقه اختيار الرخام المناسب؟ طبعا انواع الرخام كثيره. زين، انت شنو حاب تختار كماتيريال او كخامه انت تميل لها؟ بس بصخرة الرخام نفسها في درجات، درجه اولى او نخب اول وثاني وثالث. كل ما اخترنا قربنا من النخب الاول كل ما كان افضل، لان النخب الاول هو من قلب الصخره نفسها. أكيد. فنلاقي الخطوط اوضح او اصفى، درجه النقاوه، درجه الصلاده، يعني الصخره تكون متجانسه اكثر من لما نختار النخب الثاني والثالث اللي طبعا يكون ارخص من النخب الاول. فغالبا احنا نفضل ان احنا نقول حق عملائنا دائما لما تختارون الرخام حاولوا تختارون رخام النخب الاول. اكيد طبعا، لانه بيظل سنين، فحلو ان الواحد يحط في بيته شيء حلو وراقي. لو بنتكلم استاذ عن الحوائط، شنو ممكن ان احنا يعني الديكورات تكون فيها؟ طبعا الحين عالم تصميم الحوائط الناس قامت يعني تلاقي افكار او تدور على افكار جديده علشان تكسر روتين التصاميم القديمة اللي يعني تعودوا عليها، فقاموا يحطون الرخام أيضا حتى على الحوائط. في مثلا عندنا كثير من التصاميم مثلا يدخل فيها الرخام، مثل صخرة أو قطعة البوك ماتش اللي هي تي متماثلة اليمين نفس اليسار، ونحط لها إطار مع شوية إضاءات فتعطي شكل حق الحوائط. طبعا دائما الحوائط نستخدم الاصباغ والويل بيبر، يعني صحيح. هذا شيء اكيد، بس طبعا اماكن السنتر، سنتر الصاله لازم نحط ديكورات معينه عشان تبرز جماليات الطوفه الرئيسيه. صحيح، يعني الويل بيبر حلو بغرف النوم ممكن، او بغرف ممكن يعني حتى بالمساحات اللي مثلا بتكون بين ممرات او جزء من الصاله نحط صراحه بعض الويل بيبر، انواع الويل بيبر تكون فخمه. بعض الاصباغ ايضا، عالم الاصباغ قاعد يتطور وقاعد يعطي افكار وشغلات جديده. صحيح. في بعد ممكن يعني في ناس قامت تعطي افكار ان تسوي انواع من الترخيم، او مثلا انواع من الاصباغ تبين فيها الاحرف العربيه، يعني ما ادري اذا في احد يعني كل نوع من انواع الموضه بهالفتره، مثلا النقوشات العربيه والخط العربي ممكن يكون في نقوشات معينه، في ان يستخدمون الوول بيبر طلب، يعني الرسمه اللي مثلا انا ابيها تنرسم از وول بيبر. صحيح. لو بنتكلم عن الستانلس ستيل، شلون استاذه نقدر نستخدمها في ديكوراتنا؟ طبعا الحين صار ستايل نيو كلاسيك اللي وايد يميل حق وجود عنصر ستانلس ستيل في التصاميم.
رائج يعني الناس قامت تطلبه. غالبا ما نحط الستانلس ستيل على الحوائط. قبل شوي يعني انا لما كنت تكلمت على البوك ماتش ايضا نحط الستانلس ستيل ضمن الاطار اللي احنا ممكن نصممه. ايضا البارتيشن يعني احنا نحط قاطع يفصل بين الصالات كستانلس ستيل ويكون شكله وايد حلو. الدربزين ايضا ممكن يكون ستانلس ستيل. ارضيات فواصل الثريات ايضا ممكن تكون ستانلس ستيل. بعض الوول وول لايت هي مجرد اضافات تنحط بس ما نكثر منها لان درجه لمعتها كثيره او كبيره فنفضل انها تكون بنسبه محدوده. اكيد هني تي دقه مصمم الديكور شلون انه يقدر يوظف السنسيل في تصاميمه. لو بنرجع حق الارضيات شويه والباركيه نبي نعرف شنو انواع الباركيه وشنو يعني افضل انواع الباركيه اللي ممكن نستخدمها. طبعا الباركيه يمكن الخامه المظلومه بالكويت لان الناس قامت تبتعد عن وجود عنصر الخشب كون ان السمعه اللي دايره ان الخشب ممكن يعني يجمع العنايه فيه صعبه يعني. بالاضافه ان يعني ممكن صيانته تكون صعبه مع ان هذا الكلام مو دقيق. الباركيه خامه وايد حلوه وراقيه ونلاحظ حتى لما احنا نسافر نشوفها بكثره يعني في الفنادق وبالاماكن الفخمه. طبعا في انواع من الباركيه في نوعين الانجينير وفي نوع السوليد. السوليد هي تي القطعه يعني خشبه طبيعيه يعني فتتعرض لعوامل الانكماش والتمدد فنلاقي انه ممكن مع الوقت انه نحصل يعني انكمشت القطعه او نحصل بعض الشغلات اللي ممكن نشوفها. الانواع الجديده المطوره بالسوق اللي هي من الانجينير هي عباره عن مواد مصنعه يعني باركيه يكون مصنع فما يخضع لنظريات التمدد والانكماش يكون تنحط القطعه ومثل ما هي تتم على مر الايام والسنين. من باب تجربه طبعا الباركيه خامه وايد حلوه اذا اخترناها صح. يعني ما نقدر نشتريها اقل من الليمت اللي احنا متوقعينه لازم تكون هاي كواليتي علشان نحصل النتيجه اللي احنا نبيها. اكيد وحتى لو كان يعني الليمت عالي يعني كافي ان شكلها حلو وبتسمع عنا سنين. يعطيك العافيه استاذه فجر على النصايح القيمه هذه ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. كل الشكر لمصممه الديكور المهندسه فجر الرفاعي وتابعونا فقراتنا وحلقاتنا القادمه ان شاء الله.